Hello. I'm so happy to chat with you. كتير مبسوطة اليوم إنه رح يكون عنا دردشة أنت وأنا. بلا ماسك، من قيم هالماسك اللي عم بعبقنا صار له أسابيع وأسابيع، شي شهرين تقريباً، وندردش سوا هيك بطريقة عفوية ونشوف كيف عم نعيش اللوك داون اللي هو بتصور أول مرة بتاريخ العالم عم بتكون بهالطريقة، ونشوف اللبنانيين اللي عايشين برات لبنان كيف عم بيعيشوا اللوك داون تبع الكوفيد 19. خلينا لكنا نتصل بأول ضيف لنا ببلا ماسك من السويد، هو لبناني عايش له عدة سنوات بالسويد، ميشيل در جاسبار. هلو هلو، هاو ار يو؟ كيفك انت؟ تمام. انت جود؟ جود. واو، انت كيف بيروت؟ خبريني كيف بيروت؟ ولا بيروت بتعقل، بس طقس ما كتير حلو كان هالويكند، بينما عندك بالسويد طقس رهيب هيئته اليوم، ما هي؟ طقس حلو، في شمس بس فيش رياح شمالية، يعني بتحس ببرد. اوكي، اكيد السويد، يعني كلنا بنعرف انه السويد بتصير بشمال اوروبا، من البلدان اللي بتضلها مسقعة كتير كل السنة، ومن البلدان اللي هيك الغريبة يلي تبعت، بما انه عم نحكي كتير عن اللوك داون، عن الكورونا، وكل العالم معبقة وقاعدة بالبيت وما عارفة حالها شو لازم تعمل لتتنفس، بقى بدنا نحكي انا وياك بلا ماسك. تخبرنا انت بالسويد كلبناني كيف عم بتعيش هالحجر يلي هو مختلف. هلا اول شيء انا ما عم بلبس ماسك، نحن هون ما عم نلبس ماسك. انت هون بتسوق، انت هونيك بلد كتير كبير. ايه هي ما هن اصحابي كتير كلهم بيقولوا لي يا عمي انتوا بالسويد ما نكون سامعين بشيء اسمه كورونا، انه كيف سهر ومطاعم وهلا it is true and it is not true، يعني نص نص. هلا في اكيد في دوله منا عامله حظر، ما في لوك داون، يعني منا جابر، ما جبرت العالم تقعد بالبيت. however في recommendations، يعني اوكي انت مثلا بدك freedom، هني عم يجربوا يلاقوا balance between the freedom وقديش بيقدروا يعالجوا الكوفيد 19. مشان هيك ما في لوك داون، كل شيء فاتح، بس بيقولوا لك اكيد مثل ما كنا بنعرف في سوشيال ديستانسينج، انه ما لازم تقربوا كثير على العالم، غسلوا ايديكم، ما تروحوا على محلات كراودد. هلا المحلات الايفنتس اللي فيها اكثر من 50 بيبل ذي ار باند، يعني ممنوع. هلا كل شيء في كونسرتس، كل شيء في فوتبول ماتشز، كل هالاشياء ما موجوده، يعني انه ما بيعملوا اتس باند. اوكي، انت مثلا ميشيل، انت اي تي كونسلتنت، اوكي، بتشتغل بالسويد بستوكهولم بالتحديد، وهلا رح نقول انه بما انه ويك اند انت منك بستوكهولم، انت ابعد شيء من ستوكهولم ب يور هاوس ان ذا بريري، مش هيك؟ انا يس، هلا انا ان ذا كونتري سايد، مثل ما نقول بالجبل يعني، بس هون الجبل بلبنان مش مثل الجبل ببيروت، يعني الجبل بتطلعي على بعبدات على برمينا تقولي طلعت على الجبل، بس يكون في عجقه. هون الجبل country it's country، يعني هلا انا in the middle of the forest، يعني اقرب جار لعندي شي 3 كيلومترز، انه it's a huge country. مشان هيك بتصور ميشيل ما عملوا الحجر بالطريقه يلي انعملت بغير بلدان، لانه بلد كثير كبير، وبلد اصلا كمان العالم متبعين نمط حياه مختلف عن نمطنا بمنطقه الميديترينيان او بلبنان، ما هيك؟ نحن هون كثير بنبوس، كثير بنعبط، كثير بنسلم، كثير في كونتاكت، بينما بالدول الشماليه باوروبا ما في هيدا الشيء، ما هيك؟ هلا ايه مزبوط. اول شيء بلاد كبيره، سويدن معروفه انه خامس اكبر دوله باوروبا، في عندك روسيا، اوكرانيا، فرنسا، اسبانيا، وبعدين بتيجي السويد. السويد كثير كبيره، اكبر من المانيا، والمانيا فيها 80 مليون. تعمل شوية comparison ميشيل مع لبنان، هي 45 مرة تقريبا قد لبنان، 45 مرة. Exactly.
اكزاكتلي اوكي 45 مره قد لبنان، وفيها بس 10 مليونز يعني اكثر من لبنان. لبنان ما بعرف قد ايه صاروا 4 4.5 ايش مليونز يمكن. أربعة ونص خمسة مليون ما اوكي أعرف يعني دبل، يعني 45 مره اكبر من لبنان، بس في عندك دبل سو ايه، مشان هيك في سبيس، انه في سبيس كتير للعالم. يعني حتى وقت تكوني بنص ستوكهولم في عندك باركس، في عندك بتحسي انه منا كراودد مثل غير يوروبيان سيتيز. هلا هاي اول شغله. ثاني شغله اللي قلتيها انه النورديك اور سكاندينافيان لايف ستايل، مظبوط اتس ديفرنت. يعني عندك هون ما تنسي بالسويد 40% من الهاوس هولدز سينجل بيبل، يعني اوكي يعني عندك 4.9 مليون هاوس هولدز، 40% من هيدول ناس عايشين لوحدهم. هيدي اول شيء. بعدين الاسكندنافيان لايف ستايل مظبوط، ما عندنا هال شو اسمه، انه حتى بالنورمال دايز وقت بتروحي على السوبر ماركت بتلاقي انه في متر ونص بينك وبين اللي قدامك، يعني من دون الكوفيد 19. يعني العالم بتحسيها they respect your space، ما بيقربوا، يعني ما اوكي كتير في هال. مشان هيك السويدش ساينتست قالوا انه نحن we have freedom in Sweden, we have space. والسويدية في شغلة كتير معروفة عنهم انه they are organized وthey are responsible. يعني نحن بنقول لهم شو الكوفيد 19 وكيف بيتفادوها، وهن العالم لانه responsible بيعرفوا كيف يحافظوا على نفسهم and to stay safe. في دول حواليكم يعني مثل نوروي كثير اقل، هذا الشيء ما خوفك انت كلبناني؟ ما قلت خلص بدي دب كليكيشه، ما بيفكروا مثلنا، بدي ارجع على لبنان ضبضب؟ كيف فكرت انت؟ كيف عشت هالشيء شخصيا ميشيل؟ انا ما لا ما اعطيت هام، لانه اول شيء اي تراست ذا جفرمنت. هيدا الشيء الكثير هون معروف انه البيبل ذي تراست ذا جفرمنت وذا جفرمنت تراست ذا بيبل، يعني في عندك ميوتشوال تراست. هيدي اول شغله. بعدين اللي عم بتقوليه مظبوط، بس وقتها بتحسبيها على بير 1 مليون، يعني قد ايه ماتوا بير 1 مليون ريلاتيفلي سبيكينج عم نحكي. اوكي بعد السويد اقل من اسبانيا، اقل من فرنسا، اقل من بلجيكا، اقل من النيذرلاندز. يعني اوكي منا شغله، يعني ما وصلنا لمرحله انه او واو اتس اوت اوف هاند، شو رح نعمل ورح يعني اول شيء بلشوا. بس ما تنسي انه هلا كل البلدان الاوروبيه عم بيرجعوا بيعلوا مثل السويد. هلا انا مثلا قريت عن السويد انه صار عندكم مناعه بركة اكثر، لانه صار في هيدا الفريدوم انه واحد صار اكزاكتلي في مناعه اكزاكتلي اكثر، بركة exactly للسكند ويف بتكونوا محضرين اكثر، بركة exactly. هيك. هيدا الساينتست اللي كانوا عم بيفكروا فيه، انه بيقول لك نحن بنعمل هيرد اميونيتي، بيصير في مناعه بلا من شو اسمه نحجز نعمل كونفاينمنت للعالم، بنعمل مناعه هيك. يعني لانه هلا بغير دول كلهم مطبوبين، وقت يرجعوا يطلعوا بدأ يمكن يرجع يصير في عندك كاونتر افكت. ما بس هيدا هون بالسويد لانه العالم منا مطبوبه، يعني العالم عطوها حريتها وعارفه كيف الريسبونسابيلتي تبعيتها. عم بيقولوا هلا الساينتست بيقولوا بعد جمعه جمعتين ستوكهولم، لانه هي نحن عم نحكي عن ستوكهولم اكثر شيء فيها اصابات، ستوكهولم بتعمل هيرد اميونيتي لحالها، بتكون اول سيتي بتعمل هيرد اميونيتي لحالها. يعني معناتها انه يمكن ما تتاثر كثير بالويف 2 والويف 3. ميشيل بعدك قبل ما نرجع نحكي عن غير مواضيع، اكيد كثير رح يهتم الاشخاص اللي عم بيشوفونا. انا كثير مبسوطه انه في كثير اشخاص عم بي هيك they're joining من وين ما كان من العالم. I'm so happy about it. والاشخاص اللي عبالهم يشاركوا بلا ماسك يعني هيك يبعثوا لي دايركت مسج، اكيد ببقى بستضيفهم. ميشيل سؤال، مثلا ببريطانيا كمان جونسون اول شيء قال انه خلينا نعمل هيك انه نفتحها للكل وكله بينعدي وكله هيدا، لحديت ما هو فات ايمرجنسي. يعني كمان في هيدا الخوف، انت ما خفت وقت شفت هيدا المنظر؟ لا ليه؟ لا ما خفت. ليه؟ لانه في عندك انا بوثق بالشعب السويدي، انه نحن مثل ما دائما بنعرف بالشعب السويدي في عنده شغله انه كثير ريسبونسبل، يمكن اكثر من غيره، اكثر من يوروبيان كونتريز. انه مثلا بتقولي له مشي هيك لانه هيدا منيح للسوسايتي بيمشي هيك، قولي له مشي هيك لانه هيدا احسن للانفايرمنت بيمشي هيك. يعني they are very much responsible.
يمكن غير هلا غير يوروبيان يوروبيان بيبل ما عندهم هالسيلف ريسبونسبيلتي اللي موجوده هون بسويدن. هيدا السبب يمكن. اوكي، هيك بس هيك بارانتيز صغيره تقول لك انه كمان نحن بلبنان مع انه ات واز نوت استراتيجي بتاتا، يعني كان في لوك داون كثير قاسي، والحلو انه الشعب اللبناني لو مره التزم بهذا الشيء بشكل كثير كبير وقدرنا نوصل لريزلتس بعقده. بس هو يو براود اوف اس ميشيل. عفوا بدي اقول لك شغله، كل ما اطلع بالبلوزه تبعيتك بشتهي اكون ببيروت، كثير حبيت هالشيرت. سيتيزن 961، هيدي شيرت ديزاينر لبنانيه، وانا كمان رح جرب قد ما فيني شجع ديزاينرز لبنانيه ببلا مال، هاوس اوف بيزلي هيدا التي شيرت، واكيد هيدا الكود تبع كل اللبنانيه، اكيد انت بتعمل 961 تتصل بعائلتك ما هيك يلي بلبنان. Exactly. انه هذا 961 بالنسبة لإلي it's Lebanon, it's my love. وميشيل انت اصلا كل فتره بترجع على لبنان، قد ايه صار لك بالسويد؟ قلت لي اكثر من 10 سنين. انا صار لي اكثر من 20 سنة بالسويد، اوكي، واخر كم سنة كنت تقريبا سافر على بيروت كل اربع خمس مرات بالسنة. هلا صار لي من جانوري ما فيني سافر، وما الهيئة رح اقدر سافر قريبا يعني. ما هيدا المشكلة، يعني هلا أكبر فواياج فينا نعمله بتصور على انستغرام. هيدي هي، هلا في كثير أشخاص عم بيبعتوا لي تيك أس تو سويدن، بقى هلا بتصور باي انستغرام، رح صفركم باي انستغرام، هيدا وعدي. عم بيسألوني ميشيل أنت شو أخذك على سويدن؟ انا من زمان صار لي اكثر من 20 سنه جيت شغل لهون وبقيت، اوكي، وحبيت وبتحب البلد حبيت ما هيك؟ الطريقه، حبيت البلد. ليكي البلد اتس فيري ويل، مثل ما حكينا بالاول اتس فيري ويل اورجنايزد، والشيء اللي اكثر شيء عجبني هي التراست. اوكي، فيني اكتب مثلا، فيني اكتب كتاب يمكن عن سويدن، بس بقدر بلخصه بكلمه واحده، انه تتعلمي قديش التراست مهمه بين الناس، بين كل شخص حلو، والتاني، بين المجتمع، بين الجفرمنت والعالم، بين العالم والجفرمنت، انه هيدي ما في خوف. نحن يمكن شوي بنتعلم من نحن وصغار، حتى ببيوتنا بنتعلم شوي على الخوف، انه ما تعمل هيك، ما شو اسمه يعني، عرفتي كيف؟ هون لا، هون بيعلموه للولد من هو صغير ثقه، تراست. انا ما حلو، بدي اعمل لك، ما بدي اعمل لك بانشمنت، بس انا عم بعطيك ريسبونسبيلتي، وانت يو هاف اي هاف تو تراست يو، وانت اوكي، بدك تبادلني بهالتراست. هيدا الشيء اللي كثير انا حبيته بالتراست. اوكي، لانه وخبرني هلا ميشيل، هيدي الفترة كيف عم بتعيشها؟ لك انا انت كل الجمعة بتكون بستوكهولم عم بتروح على الشغل ما هيك؟ كنت عم بتقول لي انا هون، انا صلي تقريبا شهرين هون بالكونتري سايد. ما عم بتروح على ستوكهولم، عم بتكون بالكونتري سايد. اوكي، بروح طب بروح بروح فرشي بروح اذا تحشي عندي شيء، بروح اذا عندي شيء ميتينج ولا كذا وبرجع، بس ما عم بقعد بستوكهولم. اوكي، وفرجينا شوي شو بتعمل بالكونتري سايد، هاو دو يو ليف ذيس بيريود، فرجينا المنظر لانه شيء هيئته شيء كثير حلو والعالم معبقه. واو. اوكي انا هلا قاعد حد النار عم بدفى، لانه شوي شوي شو اسمه، خليني شقة. اوقف شوي، خليني اوقف شوي ابرم الكاميرا. I know. واو. So basically انا I live in the middle of the forest. اوكي. شو اسمه، I'm trying to connect with the with nature. بتعرفي إلا إلسا انه الكوفيد 19 خلتنا نرجع شوي لحالنا، نفكر بحالنا، نفكر بعيالنا، نفكر بأهلنا، نفكر شو عملنا شو كذا. So أنا honestly I'm spending most of my time هون بالكونتري سايد، وبلا ماسك. يعني كيف بلا ماسك؟ السوسايتي عادة يعني دايما بدك تلبسي ماسك لتروحي تقابلي هالشخص وتقابلي هالشخص وكذا. هون بالطبيعة ما حدا قاصة شعراتك، ما قصتيهم، ظبطيهم، ما ظبطيهم، ما حدا بتفرق معه. هلا هون this is my office، ما بعرف إذا عم بتشوفيه. اوكي، this is my office. كنت حاطط اوكي، اللابتوب برا، مثل ما شايفي برا يعني. it's a nature.
كنت عم بشتغل صح شوي عم حلو. بكتب ايميلز، وهون عندي المنظر قدامي في تعالي هون شو اسمه. هون ميشيل، شو هيدا على الأرض هون الشجر هون قاعدة عاملة عم يعني هيدي ايه هيدي هلا بخبرك عنها، خليني فوتك لجوا. هون هون محل ما أوكي. بيجي مثلا بقرا شو اسمه، بسمع ميوزيك مرات، بعلي الميوزيك على الاخر ل ل ل شو اسمه، احس حالي بنايت كلوب ولا شيء. عندي كمان عندي منظر you know it's nature it's وين ما تطلعي trees birds It is wow wow ايه عن جد حمسنا. so هيك عم بقضي وقتي، يعني مثل ما قلت لك انه عم بجرب to connect with myself و to connect with nature. هدول اوكي عملتهم، يعني هدول من مثال قلي قلي هيدي قاعدة، هيدي كان في عندي اجوا قصوا لي شجر هون بالجنينة، وشو بدي اعمل بالليفت اوفر تبع كلهم اللوجز الوود لوجز، قمت هيدي اتس راوند تيبل على الارض قاعده، وفي مثل طاوله قدامي، كانت 8 محلات. بعدين هون في عملت، كان في هن بقلبهم كان في مثل ميت الشجره بالنص فاضي، قمت زرعت نعناع وسيج واشياء هيربس يعني. بعدين واو هون عندك، هون عندك القعده، قعده شو اسمه الكامب فاير، اوكي في هون في هون محل البوفيه اذا واحد بده يعمل شيء يحط الاكل. بتصور هيئتك ناطر زوار ميشيل يعني ايه القعدة مين زوار ايه ناطر ناطر، انا بيجوا لعندي الغزلان، بيجوا لهون الغزلان بياكلوا الارض، هدول الزوار تبعولي. جيت اقول لك انت جيرانك الغزلان وما بعرف كمان قويبية بركة ما بعرف مين بيجي عندك شو بتشوف بالغابة حيوانات اكثر شيء بيجوا الصبح وقت اوعى، بيكون في دير، بيكونوا موجودين تقريبا شي 50 واحد عم بياكلوا، اللي بيشوفوه بجنينه عم بياكلوه. اوكي بعدين في هلا بهالفتره في وايلد رابتس اها بتشوفيهم كمان عم بينفنطوا بالواحد اثنين الصبح عم حلو بالجنينه. في كمان في الواوي الفوكس كمان مرات ايه بشوفهم، الويبيه في الويبيه وفي في الوود باكر بتوشني كل النهار، بيقعد بصير يضرب على منقاره على الشجر. سو ودي ايه عندك في وودي وود باكر، ايه وودي وود باكر هون. سو يعني بتصور الاشخاص اللي عم بيحضرونا يلي قاعدين باوض صغيره يلي مزروبين برات لبنان كمان ببيوت صغيره اوض صغيره بتصور عم بشوفوا قد ايه حلو هالمنظر يعني انت ما اسمه لوك داون ما بعرف شو اسمه شو بتسموها هالبيريد انتوا عندكم بسويد اتس نوت لوك ما داون انا ما بعرف، مثل ما قلت لك انه اتس اللوك داون، يعني بتحسي انه الشيء اللي اكثر شيء مضايقني إلسا انه ما فيني اسافر. اوكي اوكي مثلا بدي اروح على بيروت بدي اشوف اهلي، انا لانه اهلي ببيروت واختي ببيروت، وما عندي ما عندي انه اهل هون بسويدن، عندي اصحاب اكيد. مثلا ايستر بعيد عن الاهل، هيدا الشيء الاكثر شيء مضايقني، لانه دائما كنت ايستر مثلا سافر عيد مع اهلي. هلا بتحسي انه حالك اوكي اتس نايس، اول جمعه ثاني جمعه ثالث جمعه طيب اوكي وبعدين سو وات، انه بدك تشوف اهلك بدك تشوف اصحابك هي هي بس في حلو يكون مثل، في مثل باللبناني بيقول لك في شو؟ بس بارونتيز صغيره ميشيل عم شوف اشخاص عم بيبعتوني مثلا من ايطاليا عم يبكوا بتصور قاعدين باوضه جار ما بعرف مترين ثلاث متوره بس كمان المنظر جايز اللي عم نفرجيكم اياه اتس كايند اوف اتس تريب يعني عم جرب نسفركم بالشاشه Exactly, exactly. يعني هيدا كل واحد، يعني كل واحد بالاخر وين ما كنت قاعده إلسا بالاخر بتصيري بتحسي انه لا بدي في شيء ناقص. يعني مثل ما كنت عم بقول لك انه في عندنا مثل بالعربي بيقول الجنه بلا ناس ما بتنداس، انه وين ما عشتي انت بحاجه لعالم، بحاجه انه
اصحاب، كيف فيهم تبوسيهم، هاي كيفكم، عرفتي كيف؟ انه هذا الشيء اكيد منه موجود هلا وما راح يصير قبل بسنه يمكن. واو، انت حاسس قبل بسنة ما رح تقدر تسافر ترجع بيروت؟ انا هيك حاسس، لانه لا يرجعوا يفتحوا الطيران وال ما بتصور يفتحوا بهالسرعه. هذا انا اعتقادي. واصلا انتم مثال السويدية خطرين، ما بنفوتكم على لبنان قاعدين في التنين ولا عاملين لوك داون ولا شيء. لا عم بمزح، ما بعرف، بس الفكره انه اكيد رح نعمل تيست لكل واحد عم بيفوت على لبنان. يعني Exactly. نحن ايه هذا هي رح هيك نجرب كمان نحكي شوي انا وياك عن موضوع تاني. اول شيء انا بقول ميرسي كثير كثير لكل الاشخاص اللي عم يبعثوا مسجات من المغرب، من امريكا، من كندا. عم شوف عده مسجات، في حدا سالنا اذا عندك اكراي ايه في بالغوص. سكويرل، ايه في سكويرل امبارح شفتهم، ايه في تلاقيهم عم بينطوا بين شجرة وشجرة. يا اكزاكتلي. الله شو كمان كده عم تحكي ميشيل انه قعدتك بالغابه كمان وعندك كل هالمساحه قدامك بتزرع هيربس. وبدنا نقول للمشاهدين انه انت منك بس اي تي كونسلتنت، انت كمان كاليري انفلونسر غرامه الطبخ، عندك شغف كثير كبير للطبخ. وانا وعدت كل الاشخاص اللي هيك رح يشوفونا اليوم انه يكون في مفاجاه لهم. اول شيء خبرنا عن ليه بتحب هالقد الطبخ، وشو اكثر شيء بتحب بهيدا الشيء، وقد ايه عم تتسلى بهيدا الشيء هلا بهالفتره. هلا ليه بحب الطبخ؟ لانه بحب اكل. So it's as simple as that. لا، من انا وصغير عندي شغف شو اسمه، الاكل، واخترع اشياء. So وخاصه هلا بهالفتره هيدي بتحسي حالك انه يعني بتطلع المواهب اكثر، بتتفجر المواهب اكثر. اذا so ايه صار لي تقريبا، وك كالينري انفلونسر اكيد عندي بيج لإلي الكوكنيش، وعندي كونتاكت مع شيفس بكل العالم، وبحب اتعلم، يعني بحب احكي مع وهون ناس. بدي اقطعك شوي مشان بس اقول للاشخاص اللي عم يشوفونا انه كوكنيش صفحه بتعقل، لانه اتس سو انسبايرينج. يعني هيدا الشيء مهضوم، لانه عم نشوف قد ايه العالم عم تتفنن، وعم نشوف قد ايه العالم كمان عبالها تعمل اشياء بحياتها عملتها. مثلا في شخص من الاشخاص اللي عم يشوفونا هون عامل خبز، صاحبتي عملت زبده، يعني اشياء حتى مع انه موجودين بالسوق بس انه عم يخترعوا هودي الماتير بريمير. هلا انت شو عملت شيء هيك مهضوم بهالفترة؟ شو تفننت؟ اي نوع طبق عملت؟ لكن انا هالفتره عم باكل كثير اشياء، عم جرب اكل اشياء هيلثي. بس ما تفكريني عم باكل كل الوقت هيلثي، لانه ما تطلعي بالبراد عندي الشوكولا والشوكولا والشو اسمه موش شوكولا واللي بدك اياه موجود. بس I'm trying to yeah I'm trying as much as possible انه اعمل اشياء تكون هيلثي، لانه ما عم بروح على الجيم. وهون قد ما اشتغلت بالارض وكذا وهيك بضل بحاجه انه تعملي، وما عارف فين اعمل بايكينج لانه بعد في برد. سو اكثر شيء عم بعمل ووكس. اكتشفت انه الووك كل مره بتعملي ووك بتطلع طعمتها شكل، لانه واليوم ما بعرف اذا بخليها لك انت تحكي عن المفاجاه هيدي. ايه هلا رح نبلش بالمفاجأة، لأنه بدك وقت تعملها وتصور. رح ميشيل دير جاسبار رح يعمل قدامنا طبق، هو ووك ما هيك قلت لي اليوم محضرك. اوكي، ورح تخبرنا كيف تعمله. وعن جد يعني بتصور هذا الشيء رح يطلع مهضوم، خصوصا انه يعني هلا قربنا على العشاء، وللاشخاص اللي عم بيعيشوا شهر رمضان، لكل الاسلام اللي عم يحضرونا اكيد بعيدون، بقول رمضان مبارك للجميع، شهر مبارك. بما انه الافطار قريب يعني كمان فيهم ياخذوا افكار تا يعملوا هذا الطبق. فرجينا ميشيل شو هو هالطبق. طيب انا رح جرب قد ما في احكي، حتى لو ما شفتوني. عم بتشوفي النار هون ولا ما مبين النار؟ امبلا مبين شوي منه شوي منه. طيب لحظه بس انزلها بعد شوي. اوكي اي اوكي هلا في من تحت يعني هيدي ايه. اوكي
برضه هلا هون بصراحة. انا عامل كفته، رح اعمل كفته ووك. هيدي اوريدي عم بتطلع عندك على على التي في. عسل ويورو طيب اوكي. هيدي كتير هالديش هيدا كتير هين. عندي كتير 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 هين. هيدي كفته انا عاملها، بتعرفي الكفته اها بتستعملي لها ثوم صغير وبصلة كتير صغيرة وبارسلي بقدونس، اوكي وعملتهم هون مبينين. يمكن شو اسمه بتعلي عامل شوية، لهم بتعلي شوية ميشيل، علي علي شوية ايدك لانه في الكتيبة بعد، علي 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 ايه هلا اوكي اعملهم بول. ايه اوكي، ايه بول بتقول عليه ميت كم؟ بولز. انا قلت بدي اعمل شيء الكفته لبنانيه، والميت بولز انت بتعرفي اتس فيري سويدش. هون بسويدن الميت بولز اتس ذا ناشونال ديش، انه كلهم تقريبا انه كثير كثير بياكلوا ميت بولز. بعدين رح جيب الووك. اوكي الووك اللي ووك هو مثل يعني نوع معين من هيدي هي الاسماك. هيدي بسموها ما بعرف شو بسموها، الطنجرة بسموها ووك. هيدي الموديل تبعها. اوكي سو هيدي الأكلة مثل ما قلت فيها كفتة، فيها شو اسمه فيجيتابلز. هون أنا عاملهم الفيجيتابلز اللي راح استعملهم في هيدا الليك. بالعربي يمكن اسمه كرفس بعتقد. كراف. هيدا في منه الكرفس. بعدين في مستعمل جزر، اوكي وفي البوينتد كابج. هيدا البوينتد كابج انا ما شفت منه بلبنان، بس اتس لايك ا وايت كابج. اتس لايك اوكي ا وايت كابج بس اخف من الكابج اللي عادي. اوكي سو بس فيك انت تستعملي انت اللي بدك اياه. فيك تستعملي اوكي محل الكابج، فيك تستعملي مثلا سبينتش، فيك تستعملي كوسه مثلا. انت الفيجيتابلز اللي بتحبيهم عمليهم، اوكي عملي مثل هيدا مثلا، قصيهم فيري ان اوكي سلايسز اوكي وبتحطيهم بقلب الووك. هلا انا ناطر بس الووك شوي شو اسمه فتحنا تحمى. فتحنا بعدين ميشيل بارانتيز صغيرة، كنت عم بتقلي انه الميت بولز ون اوف ذا ناشونال ديشز، مش ما بياكلوا كثير سمك بسويدن، سالمون وهيك، انا كنت ايه مفكرة بياكلوا هلا سمك. اكيد هلا السالمون اللي نحن اكثر شيء الاسكندنافيان فود. اتس بيسكلي اتس بيسكلي فيش. خليني شوي شوفوني عم شو اسمه. اتس بناكل كثير كود و سالمون، واكيد لحمه تشيكن ميت يعني. وفي كمان عندك الجيم ميت يعني الغزلان، لانه هون في كتير غزلان بسويدن. واو الغزال بياكلوه، طعمته كتير، اللحمه تبعيته كتير طيبه. في الالك يلي هو مثل الموز، كيف الكنديان موز الكبير، هون في منه على اصغر كمان بياكلوا منه. بعدين بياكلوا كتير اشياء، بطاطا، رز. ما بياكلوا كتير رز يعني. انا وقت جيت لهون استغربت انه ابدا ما بياكلوا رز. بياكلوا بطاطا اكتر، بياكلوا روتس يعني، كل شيء فيه من الروتس بياكلوه اكتر من الرز. وبعدين خاصة هلا في عندك تندنسي انه العالم they go to basics يعني، عم بياكلوا كل شيء to be sustainable، عم بياكلوا كل شيء. شوفي بالسويد عم بياكلوه، ما يعني العالم ما عم تستورد اكل صح يعني، كل شيء موجود مثلا. ما بياكلوا ستروبري بالشتاء لانه ما في ستروبري، وما بدهم ياكلوه يكون كله شيميك، برودوي شيميك كذا وهيك. بياكلوا ستروبري بالسيزن تبعه، بياكلوا مثلا كابج بالسيزن تبعه. عرفتي كيف؟ انه تو بي سستينبل. سو اوكي وبعدين ما بيستعملوا كتير سبايسز مثل ما نحن بنستعمل سبايسز، لانه بيعتبروا انه لازم الاكل يكون طعم لذيذ. يعني هي انه بيخلوا الانجريدينتس تحكي عن حالها يعني، اوكي كل انجريدينت تحكي عن حالها. سو هلا انا هيدي ال حمي حمي بدي الوقت لكن مثل ما قلنا كفتة
وبعدين اللي عنا شو اسمه عم بتشوفي هلا تحت، بيع اوكي نعم رح نحط الفيجيتابل كلها الفيجيتابلز كلهم، اوكي اوكي هو نخليهم على الووك شوي. اوكي انا حاطط، انا بستعمل كوكونات اويل اورجانيك، بس اوكي اكيد اكيد واحد بيقدر يستعمل بده اياه زبده مع شويه زيت، بس انه لا 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 اوكي شو اسمه ياخذوا شويه لون. بعدين بدي زد لون كورياندر، هيدا كورياندر سيدز، شو بسموه بالعربي كزبرة كادينيا، إلسا كزبرة كادينيا، كزبرة كزبرة كزبرة، بس كزبرة السيدز تبعها. اوكي سو راح اوكي احط ما بعرفها راح احط راح احط اوكي الكزبرة، وبعدين من بعد ما يخلصوا ياخذوا شوية لون الخضرة، عامل انا رايس نودلز. اوكي رايس نودلز فيك تزيديون عليه، يا اما اذا ما بدك نودلز فيك تزيدي باستا، اوكي بس اوكي انا عم جرب، I'm trying to cut down on gluten. برافو So هيدا الرايس نودلز ما فيهم جلوتين. So اوكي it's very easy. بعدين في عندي الصوص، الصوص وين حطيته؟ صوص سياحية، هيدي الصوص أنا عاملها، الصوص اوكي أنا عاملها، حاطط فيها ماسترد ودبس رمان واو وشوية ميت ستوك، اللي هي نحن هون اوكي بنشتريهم خالصين، بيكونوا الميت ستوك زايد عليها. هيدي من بعد ما تخلص الخضرة، من بعد ما يعني خضرة شوي تاخذ لون، بزيد اوكي الرايس نودلز، رايس نودلز، رايس نودل وبحط اللحمة، بخلط كل شيء سوا، وذاتس ات. اوكي واو يعني بقى بيناتنا ميشيل شهيتني وبلشت تطلع ريحة وبتعرف شو بدك تبقى تبعت لنا الريسات بدي حطها على الانستا اوكي انا تبعت لنا الرسات هيك على السريع لانه الاشخاص يلي ما لحقوا يكتبوا كل شيء وعم شوف كتير اشخاص عم بيسالوني اذا فينا نعطيهم الريسات نرجع على رواق اوكي سو يو جاست هيك بعتيها اوكي، انستا انا الروسات رح ابعث لك اياها. بعدين اذا بدهم بيقدروا كمان يفوتوا على cooknish.com، كمان هيدي اوكي ماي اون ماي ماي برايفت ماي برايفت ويب سايت، كمان اوكي فيها ريسيبيز لإلي انا. اوكي وميشيل بس كمان عبالي اقول كمان انه بتعمل ديزرت كتير طيبين مرتي الجاي بالذات بنعمل ديزرت، مرتي الجاي بنعمل ديزرت. خلص يلا خبرنا هلا شوي بعد ما ندردش لكم دقيقة شو مشروعك مثلا لبكرة؟ بكرة جمعة جديدة، أسبوع جديد، تنين جديد، شو رح تعمل بكرة مثلا؟ هيك تنشر الرسم بكره اونستلي بدي اروح اغير الدويلية تبع السياره، لانه هلا ما نحن هون بنغير بين الشتاء وبين الصيف، ما بنستعمل اول يير، في هون اوكي دويلية بخصوصي للشتاء ودويلية بخصوصي للصيف، بقى هلا صار لازم اغيرهم غير دويلية، بقى رايح غير دويلية بتاخذ لها شي مشروع ساعتين ثلاث مشروع. بتعرفي صاير وقت تروحي على السوبر ماركت صاير مشروع، واو يا لطيف رايحين واو اكسكيرشن سقفه. لوين رحنا؟ على السوبر ماركت. So it's really I don't know, it's fun. خلينا let's look at the bright side of it. صح وانت شو اكثر شيء قلت لي حسيت بوزيتيف بهالكونفاينمنت بهالقعده؟ مثل ما قلت لك، اكثر شيء بوزيتيف حسيته انه you have time for yourself. اوكي هيدا انه تفكري تقعدي مثلا تفكري لوين، شو عملت، لوين رايح، شو فيني اعمل، شو بالاول مثل ما قلت لك إلسا كان كل الوقت ركض 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 ركض، يعني بتشوفي عالم ميتينجز، مثل ما حكينا بهالموضوع. هيدا بالنسبه لي اهم شغله، انه صار فيكي مين انا وشو بدي اعمل وشو بعد بدي اعمل، وصار في عندك وقت تفكري بحالك وبعائلتك، اكيد اللي عنده اوكي عائله واللي عنده اولاد واللي عنده
اكيد اكيد. وانا يعني بما انه نحن بعرف انه انت كثير بتحب السفر وبتعرف انا قد ايه بحب السفر، يعني هلا احسن فتره واحد يعمل فيها فواياج جوات حاله مثل ما كنت عم بتقول، يكتشف حاله Exactly. انه اصلا ما عنده وقت يعمل هذا الشيء وقتها ترجع الحياه وحركتها العاديه يعني. وكتير وكتير مهم كمان، وكتير مهم إلسا واحد يكون بوزيتيف. يعني مرات بحكي مع اصحابي بحس انهم معصبين وكذا، اي اندرستاند. انا كمان بمرق مرات بوع الصبح بقول وبعدين، يعني انه طيب اوكي زيت النهار زيت الشغله كل يوم كل يوم كل يوم، انه حتى لو كنت قاعده بهيك محل بس بالاخر يعني تزهقي. بس اهم شيء، اهم شيء بعتقد الانسان يلهي حاله، يلهي حاله، يقرا، يسمع ميوزيك، في سوشيال ميديا، في الشغل. هلا انا في كمان كثير وقت بقضيه على الشغل، بس اهم شغله، اهم شغله ستاي بوزيتيف، ايه ستاي معك بوزيتيف وستاي بوزيتيف. 100%. ميرسي كتير 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 ميشيل على هالدردشة، وانا كتير انبسطت انه قدرنا هيك نعيش معك هيك تقريبا ساعة ونشوف شو عم تعمل بالسويد وكيف كلبناني عم بتعيش هيدا الشيء بعيد عن عيلتك بعيد عن بلدك بعيد عن اصحابك. ويلا ليتس ستي بوزيتيف للاخير، وبتصور قربت هيك تتحرك شوي الشباب بلبنان ان ان شاء شاء الله الله. ان شاء الله، مرتي الجاي بركي بنقعد انا وانت بنعمل هون حلقة سوا يلا 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 وين هالمحل هون. بسويت يلا خلص ايه اول سؤال على سويد انا رايحه. يلا ميرسي كثير ميشيل لك انا يعني، واكيد بدك تبقى تحضرنا كل نهار خميس وكل نهار احد على الساعه 5، كل مره راح استضيف حدا لبناني بمنطقه من العالم يخبرنا كيف عم بيعيش هالفتره. اوكي لكنا أكيد خميس الساعه أكيد. 5 ناطرين. يلا باي باي تشاو باي ثانك باي. يو. لكنا هيك تشاو تشاو، لكن رح نلتقى مثل ما كنت عم بقول هالخميس على الساعة 5 مع ضيف لبناني جديد عايش هالمرة بإيطاليا، طالب وشخص يعني عم بيعيش اللوك داون بغير طريقة، لأن كلنا بنعرف قد إيطاليا انصابت من الكورونا فيروس. أنا كثير انبسطت إنه كنتوا كثير كثار قدرتوا تلحقونا وبعتوا لي بيرسونال مسج إذا بدكم إنه استضيفكم بحلقة جديدة من بلا ماسك بتشات جديد من بلا ماسك. وهلا عم شوف إنه عم بيخلص الووك وبلشت تطلع الريحة الحلوة، وانا وقرب الافطار للاشخاص الصايمين. وبقول لرمضان كريم للجميع وهابي ايستر كمان. ويلا نلتقى الخميس الجاي على راد، هذا الخميس على الساعه 5. شو حلو ما عبالي اطفي الكاميرا لانه حاسه حالي بعدني مسافره على السويد ما بدي ارجع بعد. يعني صراحة صراحة إلسا الريحة كتير طيبة، وبعدين هون النار بتزيد هالميستري تبع الأكل. ما بعرف، اتس ثيرابي، اتس ثيرابي إنه واحد يطبخ على نار الحطب. وبعدين في شغلة، وبتصور كمان القعدة أنا بتكون هيدي في فظيعة. شغلة، هيدا بزر لقطين اتس روستد، بيشتروه من هون بحطوا معه، بيعطيه بالآخر كرانشي. يعني انت عم تاكلي بتحسي في شيء كرانشي بالاكله. واكيد اوكي رح احط كمان بقدونس شوي هيك تعطيها شوي لون حلو، والصوص بالاخر، هيدي الصوص حاضره. So يلي that's بحبه it. ميشيل بعد ما خلصنا، يلي بحبه فيك انه دائما بتفوت الانجريدينتس اللبنانيه بالاطباق تبعك، يعني حكيت عن البقدونس وحكيت عن دبس الرمان، هو ده بتصور بالسويد ما كثير بيستعملوه بطريقه يعني عاديه خصوصا دبس الرمان ما هي؟ لا ما في منه، انا بجيبه من بيروت. انا في كل ما اجي لهون عندي شنطه بهارات ما منا موجوده هون، 7 بهارات، وبتعرفي كل هدول الاشياء اللي يعني هو المطبخ اللبناني معروف اطيب مطبخ بالعالم. وانا بجرب قد ما فيي، انه مزبوط مثل ما قلت، بجرب دخل بعمل فيوجن كويزين بين النورديك والهيدا، وكتير اوقات تزبط معي، مرات ما بتزبط، بس It's trial and error. برافو عليك، والله الحديث معك ما بينشبع منه عن جد، يعني ميرسي كثير ميشيل على وقتك،
ويلا سي يو سون للجميع، ان شاء الله تكونوا هيك تسليتوا وقضيتوا وقت حلو بهاللايف شات. ويلا لكن نلتقى نهار الخميس على الساعة 5 لضيف جديد ببلا ماسك. تشاو.